نحن شركة اليمني للسيارات، أحد وكلاء سيارات وشاحنات إسوزو اليابانية المعتمدين في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط منذ عام 1980. تطورت أعمالنا منذ التأسيس لتصبح أكثر تنوعاً من حيث بيع السيارات والشاحنات، وغطت مجالات عمل مختلفة مثل الصناعات الغذائية والمشروبات والبناء والنقليات والمزيد منها. تعمل مجموعة اليمني في هذا المجال منذ أكثر من 40 عاماً، ولدينا علاقة تجارية طويلة الأمد مع إسوزو، حيث أنها تحتل المرتبة الأولى في سوق الشاحنات في المملكة العربية السعودية، وذلك لأنها توفر شاحنات موثوقة عملية وطويلة الأمد للشركات في جميع أنحاء البلاد. بدأت شركة فريكن دايم عام 2015 بشراكة بين شركة فريكن الرائدة عالمياً ومجموعة دايم السعودية، وبعد رحلة نجاح مثمرة في المملكة أصبحت بملكية سعودية كاملة. شركة فريكن هي شركة متخصصة في مجال تأجير الشاحنات التجارية والتأجير التشغيلي بخبرة تزيد عن 75 عاماً، ومجموعة دايم هي الأكبر على مستوى منطقة الخليج في مجال التأجير التشغيلي الخاص بالمعدات والشاحنات. مجموعة دايم هي الوحيدة المتخصصة في تأجير الشاحنات التجارية فقط داخل المملكة. تتميز مجموعة دايم بتقديم حلول عديدة ومتنوعة في مجال التأجير التشغيلي بعقود طويلة الأجل أو عقود قصيرة الأجل، كما تعتمد مجموعة دايم على التقنيات الحديثة في إدارة الأسطول وتحليل البيانات الذي يقدم لعملائنا شهرياً لضمان أعلى معايير الكفاءة والجودة لعملائنا. علاقتنا مع شركة اليمني وشاحنات إسوزو ليست بالجديدة، بل هي قديمة قدم نجاح.